تحت شعار تراث العالم في الشارقة، انطلقت فعاليات أسبوع تراث روسيا في البيت الغربي بمنطقة قلب الشارقة، وذلك ضمن برنامج أسابيع التراث العالمي الذي ينظمه معهد الشارقة للتراث بشكل شهري. بهذه الرقصة الشعبية الفلكلورية انطلقت فعاليات أسبوع تراث روسيا لتأخذ عشاق التراث في رحلة يتعرفون خلالها على ثقافة جديدة جاءت من شمال روسيا بتراثها وتاريخها العريق إلى الشارقة. هذا الأسبوع للتراث الروسي، ولكنه يختص في منطقة معينة هي في الشمال الروسي قريبة من سيبيريا، وأيضا يقدم بعض الإثنيات والمجموعات العرقية الخاصة، خاصة جماعة هانتي مانسي اللي هم يشتركون مع فنلندا والمجر في هذه الإثنية، وهي إثنية تعيش حياة نوع من حياة البداوة في خيام ويعتمدون على الصيد وغيره، ولهم يعني خصوصية جميلة في الحقيقة. أسعدتنا المشاركة في هذه الفعاليات لإبراز ثقافة وتراث شعبنا شعب جمهورية روسيا، سواء باستعراض الفنون الشعبية أو الأزياء أو حتى بعض العادات. كما يسعدنا هذا التعاون الثقافي القائم بين روسيا ودولة الإمارات، وتحديدا مع إمارة الشارقة. أنواع مختلفة من أوجه التراث لأحد الأقاليم الشمالية الروسية نجدها في هذا المكان، سواء من الأزياء الشعبية أو المطبخ التقليدي، كما سيتعرف الزائر على الحرف التقليدية واليدوية وصناعة الدمى، إلى جانب طرق استغلال الأخشاب في صناعة المباني. تتميز صناعتنا بأنها تعتمد على الأخشاب بالكامل ولا نستخدم معها أي مواد أخرى، وهي من الحرف التي تتميز بها منطقتنا التي نأتي منها. هذا وتنظم فعاليات أسبوع تراث روسيا على مدار 5 أيام لتحقق الهدف من تنظيم أسابيع التراث العالمية في التأكيد على أهمية صون التراث بصفته مكوناً حضارياً وأحد عناوين هوية كل شعب وبلد وأمة. تتمتع روسيا بتراث عريق ورصيد ثقافي متميز يستحق الإطلاع عليه والتعريف به هنا في البيت الغربي بقلب الشارقة. لأخبار دار ريم عيسى.